فيما تتواصل جرائم الاحتلال بحق المدنيين والنساء والأطفال والطواقم الطبية، يواصل جيش الاحتلال الإرهابي حصاره لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وينشر قناصته حوله ويستهدف المرضى والطواقم الطبية في جريمة حرب مستمرة بحق ما تبقى من القطاع الطبي في غزة، في تكرار لسياسة استهداف المستشفيات والمراكز الصحية كما حدث مع مستشفيات شمال قطاع غزة. إننا هنا ندين بأشد العبارات ما تعرض ويتعرض له مدير مستشفى الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية من قمع وتعذيب أدى إلى كسر يديه وتعمد إهانته وإجباره على المشي على أطرافه، كل ذلك بسبب رفضه رغم كل الضغوط والتعذيب تسجيل فيديو يتهم المقاومة باستخدام مشفى الشفاء كمقر عسكري. إن هذا السلوك يؤكد أن نتنياهو وجيشه بلا أخلاق، ويؤكد كذب كل رواياتهم ومزاعمهم عن استخدام المستشفيات من قبل المقاومة. وهنا هذه صورة للدكتور أبو سلمية، لكن أنا سأعرض بعض الصور حول ادعاءات الاحتلال. تذكرون الاحتلال ادعى أن الشفاء هو مركز، وها هو يقصف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء. هذه صورة مباشرة لقصف سيارة بطيران الاحتلال أمام بوابة مشفى الشفاء. وهذه صور أخرى للدمار الذي خلفه الاحتلال في المشفى بعد أن دخله مدعيا أنه يحاول استكشافه، فيما إذا كانت المقاومة تستخدمه كمقر، ولكنه بعد أن فشل في إثبات كذبه دمر المستشفى على هذا النحو. وتذكرون ما تحدثه الاحتلال عن مشفى حمد وعرضه هذه الصورة أنها مدخل لنفق. بعد أن غادر الاحتلال زار الصحفيون المكان ليكتشف الجميع أن هذه الفتحة إنما هي مدخل لبركة لتجميع المياه للاستفادة منها. ومستشفى الرنتيسي لم يكن بعيدا عن ذلك، عندما ادعى الاحتلال أن هذا المستشفى يستخدم من أجل الاحتفاظ ببعض الأسرى، محتجا أنه وجد حفاضات أطفال وزجاجات للرضاعة، ويتجرأ هذا الوقح فيجمع بعض قطع السلاح من الميدان ليجمعها في هذه الغرفة مدعيا أنها وجدت في المستشفى. وما جريمة المستشفى المعمداني عنا ببعيد، هذه هي أجساد الشهداء الذين فاقوا 500 عندما قصف الاحتلال المشفى المعمداني، قبل أن يلصق هذه الجريمة بخطأ للمقاومة. في هذا السياق أيضا نوجه التحية للطبيبة الفلسطينية البطلة أميرة العسولي، التي كانت في مصر لدورة طبية عندما بدأ العدوان على شعبنا، فأصرت على العودة إلى بلادها كي تخدم أهلها وتضمد جراحهم، ورأى العالم صورة البطولة التي جازفت فيها بحياتها أمام قناصة الاحتلال لإسعاف أحد الجرحى. لها التحية ولكل الأطقم الطبية والإسعاف والدفاع المدني، لهم التحية جميعا وهم يقومون بواجبهم الوطني في خدمة وطنهم وأبناء شعبهم. في هذا السياق نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خصوصا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لحماية مستشفى ناصر ومرافقه من الاستهداف الممنهج له وللطواقم الطبية فيه، واستهداف المرضى والجرحى وآلاف النازحين الذين يحتمون فيه. واستمرارا للعدوان في ضفتنا الأبية، ضفة العياش، يواصل جيش الاحتلال جرائمه النازية ضد أهلنا في مدنهم وبلداتهم وقراهم ومخيماتهم،
حيث بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 405 من الشهداء، معظمهم ارتقى في عمليات إعدام ميداني، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين يمارسوا فوق ذلك ضد أبناء شعبنا أبشع الجرائم والانتهاكات عبر تدمير المنازل ومحتوياتها وسرقتها كذلك، وإقامة مئات الحواجز وإغلاق الطرق والاعتداء على المارين فيها. كما يواصل هذا الاحتلال النازي انتهاكاته بحق الأسرى في السجون، حيث نقل المفرج عنهم شهادات عن أهوال مروعة ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من تعذيب نفسي وجسدي وإهانات وانتهاكات خطيرة، حتى استشهد عدد منهم تحت التعذيب، كان آخرهم الشهيد محمد الصبار الذي ارتقى نتيجة التعذيب والإهمال الطبي. في ذات الوقت تتصاعد اعتداءات المستوطنين على أهلنا في الضفة من خلال قطع الطرق والاستيلاء على الأراضي، كما تستمر مخططات الاحتلال في تهويد الأرض ومصادرتها، حيث قام المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أرض بلدة تقوع في بيت لحم جنوب ضفتنا المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الأممية والمواقف الدولية التي ترفض التوسع الاستيطاني. هذا نمط واسع من العدوان لا يقتصر على قطاع غزة، رغم وحشية العدوان في قطاع غزة، لنقول وبوضوح إن المشكلة هي في الاحتلال، وإن العالم سيكون أفضل إذا زال هذا الاحتلال بشكل كامل. ثانيا، المفاوضات حول وقف العدوان والتبادل. خلال لقاء وفد الحركة في القاهرة مع الوسطاء الإخوة المصريين والقطريين، تم مناقشة رد الحركة على مقترح باريس، وكان تقدير الإخوة المصريين والقطريين أن رد الحركة إيجابي ويفتح مجالا للوصول إلى اتفاق. يوم أمس اطلعت الحركة على رد الاحتلال على اقتراح باريس الذي شارك في اللقاء فيه ممثلوه ووافقوا عليه، ونرى أن رد الاحتلال فيه تراجع عن مقترح باريس نفسه، ويضع شروطا وعقبات لا تساعد في التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان على شعبنا أو يحقق حرية حركة السكان وعودة النازحين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، كما أنه لا يحقق الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من أراضي قطاع غزة، ويؤكد عدم تجاوب الاحتلال مع ضرورة فتح المعابر وحرية حركة المسافرين والجرحى، كما أن ما عرضه الاحتلال من معادلات لتبادل الأسرى تؤكد أنه غير جاد في التوصل لصفقة تبادل. إن سلوك نتنياهو ومواقفه تؤكد أنه مستمر في سياسة المراوغة والمماطلة، وهو غير معني بالتوصل لاتفاق، ويحاول إطالة أمد الحرب وكسب الوقت لحسابات شخصية تتعلق بمستقبله السياسي. نؤكد هنا أن حركة حماس متمسكة بموقفها، وكانت ولا زالت حريصة على الوصول لاتفاق يحقق وقف العدوان على شعبنا وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإغاثة شعبنا وعودة السكان إلى مناطقهم وإعادة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزة وينجز صفقة تبادل الأسرى. ثالثا، في الحديث عن عملية لجيش الاحتلال في رفح في ظل حرب الإبادة الجماعية والمجازر النازية التي يرتكبها الاحتلال النازي لليوم 129، يطلب نتنياهو المجرم الفاشل إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل استعداد للعملية البرية في رفح، ويردد
أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب إلا بالقضاء على حماس كما قال، وأكد أو أشار بالقضاء على 4 كتائب لحماس في رفح. يبدو أن هذا المجرم النازي مستمر في سياسة الهجوم الواقعي والكذب على جمهوره، فيتحدث وكأن جيشه المهزوم المكسور قد نجح في تفكيك المقاومة في باقي مناطق قطاع غزة، فيما الحقيقة التي يشاهدها العالم أجمع أنه لا يزال عالقا في شوارع خان يونس، ينزف يوميا قتلى وجرحى، ويسحب آليات مدمرة فعل البواسل من كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة، الذين يطبقون الآن على وحدات جيشه في مناطق جنوب مدينة غزة في تل الهوى والصناعة والجامعات وغيرها. إن ما يروج له المجرم نتنياهو أن جيشه ذاهب إلى رفح لتفكيك كتائب حماس العسكرية هناك هو كذب على جمهوره، فتجربة جيش الاحتلال الفاشلة في محافظتي غزة والشمال وتراجعه أمام ضربات المقاومة المستمرة حتى اللحظة في استهداف جيش الاحتلال في كل غزة، وما يقوله رئيس أركان جيش العدو عن تعقيد معركة خان يونس وما يواجهه جيشه من تحديات في هذه المعركة، كل ذلك يؤكد أن المقاومة في جميع المناطق التي تحرك فيها جيش الاحتلال لا تزال قائمة وفعالة وتقوم بدورها. إن أي هجوم من جيش الاحتلال النازي على مدينة رفح إنما هو إمعان في حرب الإبادة الجماعية وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا، نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدس قرابة 1,400,000 نازح إليها وتحول شوارعها إلى مخيمات للنازحين يعيشون في ظروف غير عادية في الصعوبة والقسوة نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة، ويعد هذا الأمر استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري التي يشنها الاحتلال ضد أبناء شعبنا. إن هذه الخطوة الإجرامية لن تكون مدفوعة إلا بغايات نتنياهو الشخصية التي يسعى من خلالها إلى النجاة بنفسه والهروب من استحقاقات أي وقف للعدوان عبر الإيغال أكثر وأكثر في دماء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني. إن حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازي تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين وأقرت تدابير عاجلة تتضمن وقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة جماعية، ويؤكد أن سلوك حكومة الاحتلال تتوفر فيه النية المسبقة والقصد المتعمد في ارتكاب جريمة إبادة جماعية. إن الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة بسبب الضوء الأخضر الذي أعطي لنتنياهو يوم أمس، وما يوفر له من دعم مفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر. إننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك الجاد والعاجل للحيلولة دون ارتكاب جديد لجرائم إبادة جماعية في مدينة رفح، وإلى لجم العدوان الصهيوني المستمر في قطاع غزة، وإلى دعم حق شعبنا المشروع في الحرية والتخلص من الاحتلال. أما ما يزعمه الاحتلال من وصول إلى أسيرين صهيونيين في مخيم الشابورة برفح وتحريرهما وتسويقه كإنجاز لجيشه المهزوم في ظل ما يواجهه من انكسارات ومقاومة في مختلف محاور القتال خصوصا في خان يونس، وفي ظل فشله في استعادة الأسرى لدى المقاومة
ومع انتظار رواية المقاومة حول الحادثة، فهي مصدر المعلومات الموثقة نشير إلى ما يلي: إن هناك روايات صحفية ميدانية تذهب إلى أن الأسيرين لم يكونا بحوزة حركة حماس أو كتائب القسام، وإنما بحوزة عائلة مدنية، ما يشكك في مصداقية رواية الاحتلال ويؤكد سعيه لتضخيم الحدث بحثا عن إنجاز مفقود في مواجهة المقاومة. ولذا نؤكد أن القول الفصل هو ما ستعلنه المقاومة حول هذه الحادثة. وإن الاحتفاء من طرف الاحتلال بالوصول إلى أسيرين متواجدين في شقة سكنية حسب روايته بعد هذه المدة 128 يوما، وعبر عملية أمنية وعسكرية معقدة حسب وصفه، هو محاولة مفضوحة لرفع الروح المعنوية المنهارة لدى جيش الاحتلال وجنوده، في ظل الفشل الكبير في تحقيق أي من أهدافهم لأكثر من 4 أشهر متواصلة من العدوان. ويؤكد ذلك أيضا ما صرح به جيش الاحتلال الناطق باسم الجيش بأن 134 أسيرا لا يزالون بحوزة كتائب القسام، وهذا بحد ذاته إنجاز للمقاومة التي أكدت أنه لا عودة لأسير حيا إلا بشروط المقاومة. إن المبالغة في تصوير العملية ونتائجها يدلل على إرباك لدى الحكومة الصهيونية التي تحاول تسجيل أي إنجاز وتضخيمه أمام الرأي العام الصهيوني الناقم على قيادته السياسية، والناقم على فشلها كذلك في تحقيق الأهداف التي أعلنتها، ما أدى إلى تكبيد الكيان خسائر متعددة. في المواقف الدولية والتصعيد في المنطقة، نحمل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر كاملة. فالدعم الأمريكي لهذه الجرائم المروعة والمتصاعدة يدحض كل الدعاوى الزائفة التي روجتها الإدارة الأمريكية ولا زالت حول حقوق الإنسان والحرية والعدالة وحرصها على وقف نزف الدم الفلسطيني. إننا ندعو محكمة العدل الدولية إلى توثيق هذه الجرائم والمجازر والانتهاكات الفظيعة التي تواصلت منذ قرارها وطالت كل مقومات الحياة الإنسانية في قطاع غزة، وأن تعمل على اعتماد قرار يوقف هذه الحرب واتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذه الجرائم المروعة ضد شعبنا ومحاسبة هذا الكيان المارق وقادته النازيين على جرائمهم التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع. إننا هنا نثمن ونقدر عاليا كل المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة والمنددة باستمرار العدوان والجرائم الصهيونية على قطاع غزة والضفة، والمنددة بمخططات الاحتلال في تهجير شعبنا من أرضه، وندعو إلى استمرار هذه المواقف وتصعيدها والضغط بكل الوسائل على الإدارة الأمريكية لتوقف دعمها لهذا الكيان الغاصب وتمنعه من مواصلة عدوانه وحرب إبادته الجماعية. نشيد كذلك بجهود وتضحيات الإخوة الأشقاء المقاومين والمجاهدين في لبنان واليمن والعراق الذين يشاركون شعبنا الفلسطيني ملحمة طوفان الأقصى، ونحيي ونبارك جهادهم وبطولاتهم ومواقفهم، ونترحم على شهدائهم، ونحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليات تداعيات ونتائج التصعيد في المنطقة التي لن تعرف استقرارا إلا بوقف كامل للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتمكين شعبنا من حقوقه وحريته وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ونؤكد أن على العالم أجمع أن يقرر فيما إذا كان سيدعم الإرهاب الأسوأ المتمثل في الكيان الصهيوني أم سينحاز للحق والعدل وتقرير المصير المتمثل في شعبنا الفلسطيني.
نجدد هنا دعوتنا إلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم أجمع إلى مواصلة وتصعيد حراكهم الجماهيري في كل العواصم والساحات، تنديدا بجرائم العدو الصهيوني وتضامنا مع شعبنا وقضيته العادلة، والضغط بكل الوسائل على الحكومات والدول حتى يتوقف العدوان على شعبنا لا سيما قطاع غزة. ختاما، ندعو بالرحمة لقوافل الشهداء من شعبنا والشهداء في المقاومة وعلى طريق تحرير القدس، وبالشفاء العاجل للجرحى وللمرضى، والحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. ونؤكد فخرنا واعتزازنا بشعبنا العظيم ومقاومتنا المظفرة الذين يكتبون تاريخا مجيدا لشعبنا وأمتنا دفاعا عن النفس والأرض والمقدسات. ونؤكد أننا واثقون بأن نصر الله قادم لشعبنا ومقاومتنا بإذن الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله. سكاي، هذا أولا، وأهميتها بهذا التوقيت أن تخرج للعلن.